في أخبار الرياضة، أبرمت شركة هيبروك أرزيو للنقل البحري للمحروقات التابعة لشركة سوناتراك اتفاقية شراكة مع نادي بلدية وهران، خطوة جاءت بعد مطالبة الحمراء في العديد من المرات بضرورة إيجاد شركة تتوالى تسيير أمور نادي الغرب. احنا ان شاء الله هضروا كل اربعه ان شاء الله يبانوا كاع الامور. هذا الشيء ما نديرهاش وحدي انا، يكونوا كاع المسيرين معايا، كل واحد يتكلم على الشيء اللي متمنيه للفريق ويكون فيها الخير. ما سبوش بعضنا بعض، راني نشوف بعض الانصار من ياسمين، هذا هو الشيء اللي متمناه للخير. احنا ان شاء الله نشوفوا كيف هذه فرصه، وهذه فرصه باش نفرحوا بها، باش الانسان يخمم غير باش يدير اللاعبين يديروا في جيوبهم، ولا احنا باش نخمموا ونديروا في جيوبنا. هذا تدعيم باش يكون الفريق يكون في المستوى. بالطبع غادي يكون شركه وين تكون ايبروك، تكون هي الماجوريتير، تكون اكسيونير في لامسيو. هذه هي الشيء اللي غادي نورمالمون. حنا هما كانوا متكلموا على 67%، بصح عندنا اللقاء من على ثلاث ايام، يومين ثلاث ايام، وين غادي نتفاهموا على الشيء اللي كاين.